هلا ابو عبد الله، هلا بس مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. قبل شوي تم افتتاح هذا الجامع، ايش قصه الجامع؟ صحيح انه مبني من تبرعات رصاين الصيام ب 40 هلله فقط؟ نعم، مبني هذا الجامع اللي تشوفه اكثر من 50 دوره مياه وبواضئ ب 40 هلله يوميا، يعني 12 ريال في الشهر. افتتحناه قبل قليل مع الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الفخر للجمعيه، وايضا نائب امير المدينه سمو الامير سعود بن خالد الفيصل. وهذا الجامع يقع للقادمين من المدينه الى مكه، زي ما تشوف الان خلفك معتمرين يؤدون الصلاه، والان في الخارج سبع حافلات فيها اكثر من 250 معتمر ومعتمره، ولله الحمد الان عندنا اكثر من 90 الف مشترك ومشتركه، والله لا نعرف اسمائهم ولا ارقامهم لكن الله يعرفهم. بنوا ثلاث جوامع من الرسائل النصيه، نستهدف الان الى بناء 10 جوامع اخرى. أضف إلى ذلك أنهم يشغلون هذه التبرعات الهللات أكثر من 100 مسجد على مدار العام منتشرة على مستوى المملكة، لكن بإذن الله ستقف معهم أمام الله عز وجل لتكون شاهدة على هذه الأعمال الجليلة. أبشرك بأنهم يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا ما أفتى به الشيخ جلال الشيخ، لعلها برضو ترسل فتوى للجميع حتى يطلعون عليها. دعوة للجميع بإمكانهم المشاركة بإرسال رقم 1 على 5112 ويتبرع 12 ريال شهريا، يعني قيمة كوب قهوة تقريبا أو أقل بعد الحين أو أقل الآن. فهذه مبادرة للجميع أن يشارك، وبإذن الله سترون ما يسركم عبر وسائل التواصل للجمعية بالتقارير وخلافها. معلومة مهمة، شركات الاتصالات لا تتقاضى أي مبلغ في التبرعات الخيرية، لذلك بإمكانكم المساهمة بإرسال رسالة الآن وأنت في مكانك. تقبل الله من الجميع.